see a lot of shelling having gone on, apartment buildings destroyed or burned. You see children which are under shock still from the violence going on. حريقنا احنا الجوع، اكبر قلق هو الجوع. ما حد يقدر معنا، اطفال ما يقدروا يصبروا. المساعدات الإنسانية ضرورية للحياة، وهي اليوم ملحة أكثر من ذي قبل. تقدم ألمانيا سنوياً ما يزيد عن ملياري يورو من المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الحروب والأزمات في جميع أنحاء العالم، وبهذا تكون ألمانيا ثانية أكبر المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية. في سوريا تمد ألمانيا يد العون لكل المناطق بغض النظر عن المعطيات السياسية، وهي تدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي يوفر مساعدات غذائية لنحو 5 ملايين إنسان. وفي إفريقيا يعاني الناس من أزمات الجفاف أو الفيضانات أو آفة الجراد، هنا أيضا تساعد ألمانيا في تجاوز هذه الأزمات. ويتم تقديم المساعدة في مجالات أخرى، كما في مدينة كاغابندورو في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يحصل الأطفال على المساعدة للتغلب على ما عانوا من أمور مروعة. عند وقوع كوارث إنسانية تمد ألمانيا يد العون بسرعة وفعالية للناس في عين المكان. هذا ما حصل بعد انفجار بيروت في آب 2020، إذ وفرت ألمانيا من خلال الأمم المتحدة المواد الغذائية الضرورية للمحتاجين الذين فقدوا كل شيء. ما في إلا مكان ومأوى إلا هيدا البيت. تدعم ألمانيا الأمم المتحدة وهيئتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين وكثيرا من المنظمات غير الحكومية، وشعارها تمكن الناس من العيش بكرامة، وهي تقدم عند الحاجة المساعدات بسرعة وفعالية، وبذا تتولى ألمانيا مسؤوليتها في مجال المساعدات الإنسانية من أجل إنقاذ حياة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.